الشروق قالت أن بيتر مور المدير التنفيذي لنادي ليفربول الإنجليزي قال أن وجود محمد صلاح نجم منتخب مصر في صفوف الريدز عزز من شعبية ناديه في الشرق الأوسط. وقال كمان في كلامه خلال مؤتمر دبي العالمي أن تأثير محمد صلاح على شعبية النادي في الشرق الأوسط ظهرت فورا لما وقع للنادي في يونيو 2017. وقال كمان أن هو شاف ارتفاع حاد في عدد المتابعين للنادي على منصات التواصل الاجتماعي. لقد رأينا متابعين من مصر والأردن والإمارات وغيرها من البلدان العربية. قال كمان أن الجماهير في البلاد العربية مهتمة كثيرا بمشاركة العديد من المنشورات الكوميدية التي تكشف العلاقة الكبيرة بين صلاح وزميله في الفريق الكرواتي ديانا لوفرن. إنه حقا شيء رائع. وقال كمان قدرة صلاح ولوفرن على جذب الجماهير لمحادثتهما الكوميدية أشبه بالمسلسلات التي يحبها الجماهير. لقد نجح في خلق حالة رائعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.